السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظكم وبارك فيكم. طبعا يعني ربنا عز وجل أخبرنا بالقرآن الكريم، ربنا أعطانا القرآن أعظم عطية من عند سبحانه وتعالى، وربنا من علينا بشهر الكرم وشهر الخيرات وشهر رمضان الكريم. ربنا عز وجل أخبرنا بحكم الصيام بأنه فرض، وربنا قال لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن رحمة ربنا عز وجل علينا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى رمضان حكمه فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ مقيم صحيح حكمه، ده فرض صليت على سيدنا النبي عليه السلام. طيب فضله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عايزين نصلي صيامنا كده بالأذكار الطيبة، وعايزين يبقى المقطع ده شاهد لنا يوم القيامة وفي موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله. وبدل ما بنصلي صيامنا مثلا في كوتشينة أو قدام التلفزيون أو في حاجة ما تفيدناش، لا بنصلي صيامنا في حاجة تفيدنا، عشان كل شيء يقول لك وحد الله وبعدين صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حكمه شهر رمضان هو فرض على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح، صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب فضله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا بالله عز وجل واحتسابا الجوع والعطش والبرد ودرجات الحرارة، إيمانا بالله عز وجل واحتساب كل ده عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال سيدك النبي صلي عليه، صلي عليه تاني عليه الصلاة والسلام، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله في حلقات هنعملها عن أحكام الصيام إن شاء الله على هنا مع أخونا سيد، ربنا يحفظه ويرحم والدته رحمة واسعة ويرحم موتى المسلمين. ففي بعض الأسئلة وصلت لنا وهنجاوب، وباختصار عشان خاطر نرضي العزيز الغفار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وده مقطع بسيط عشان الكل يستفيد منه، اتكلمنا فيه عن فرضية الصيام، اتكلمنا فيه عن حكم الصيام، اتكلمنا فيه عن فضل الصيام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.